فهون بنحط هون التوتال فلويد توتال فلويد بيساوي ستروك الاريا ستروك عندي 3 متر الاريا كانت 0.005 سكوير مترز فبيطلع عندي هون 3 في 5 15 اللي هي 0.015 كيوبيك مترز طبعا لانه هاي متر من هون واذا ضربت هاي في 1000 شو بتعطيني؟ 15 لتر مضبوط مش 15 بلا 1 2 3 في 15 لتر التوتال فوليوم 15 لتر برضه مش كميه بسيطه